السلام عليكم ورحمة الله، معاكم عمرو شعراوي. أهلا بيكم في الجزء الثاني، إنك إزاي تقدر من تخسر من 15 كيلو إلى 20 كيلو في خلال شهرين، ممكن أكتر أو أقل على حسب كمية دهون جسمك ووزنك. في الجزء الأول تروح تشوفه الأول وبعد كده تبدأ تيجي تكمل على الجزء الثاني. بدأنا نتكلم على طرق الأكل، إزاي إنك تبدأ تقدر تاكل، إزاي تخلي جسمك يعتمد على الدهون، إزاي وإنت بتختار الأكل تختاره صح، ازاي ما تخليش جسمك يبدا يحرق عضلات اثناء نزولك للوزن. وفي نفس الوقت انا اديت امثله نظام غذائي، جدولين للبنات وجدولين للشباب متوسط سعرات ليهم عشان يبداوا يستخدموه، وفي نفس الوقت قلت حاجه ستاندر كده نقدر نمشي عليها واحنا بناكل عشان نبدا نخلي الجسم يحرق دهون، وفي نفس الوقت السعرات بتاعتنا ما تبداش تعلى ونكتسب الوزن. وفي الفيديو اللي فات، لو انت شخص تعرف تحسب سعراتك ابدا احسبها وابدا قلل منها عشان تبدا تحرق دهون. انما انت لو انت شخص ما بتعرفش تحسب سعراتك، هتلاقي في الفيديو اللي فات انظمه وجدولين تقدر تمشي عليهم وتطبقهم عشان تقدر تخسر دهون. في الفيديو دوت احنا هنبدا نتكلم على الجزء الثاني، ازاي بقى انك تبدا تستخدم تمارين هتساعدك مع النظام الغذائي انك تحرق الدهون وفي نفس الوقت تشد الجسم عشان ما يحصلكش ترهلات. اول حاجه بعد مشاهدتك للفيديو دوت، انت هتكون استفدت زياده معدل حرق الدهون، رفع معدل حرق الدهون 7 أضعاف الكارديو. الكارديو دوت هتلاقي الفيديو تحت برضو في الديسكريبشن بوكس انا شرحه تفصيلي. رقم 3، هتتمرن في البيت او الجيم وقت قليل وفي نفس الوقت هتحرق دهون اضعاف ان ما كنت بتتمرن بوقت اكبر. دوت التمرين بذكاء، يعني بدل ما كنت بتتمرن 40 دقيقه ممكن تتمرن 20 دقيقه وتاخد نفس فايده ال 40 دقيقه واكثر كمان. اخر حاجه معانا زياده بناء العضلات وشد الجسم بدون تمارين الحديد، كلها تمارين في البيت هبدأ أقول لك عليها. العناصر اللي احنا نبدأ نتكلم عليها في الفيديو دوت، أول حاجة هنبدأ نقارن بين الناس اللي بتعمل تمارين على الحدة اللي هو التمرين بالذكاء اللي أنا هبدأ أشرحه النهاردة، والناس اللي بتعمل تمرين الكارديو العادية. بعد كده هنبدأ نشرح ما هو تمرين عالي الحدة، بعديها هنبدأ نتكلم على المقارنة بين تمرين عالي الحدة وتمرين منخفض الحدة اللي هو الكارديو العادي. بعد كده نبدا نتكلم على الالياف العضليه ونشوف تمرين الحده بيشتغل على انهي الياف، وتمرين الكارديو بتشتغل على انهي الياف، وليه تمرين الحده افضل من تمرين الكارديو. وهنبدا نتكلم على فوائد هرمون النمو اللي انا ما قلتهاش في الفيديو اللي فات، وهنبدا نتكلم على نقطه معينه مش هتلاقيها منتشره عامه في فيديوهات ومعلومه يعني قليل الناس اللي عارفها. بعد كده ان شاء الله هيكون في مفاجاه في اخر الفيديو. يلا بينا نبدا. هل عمرك قارنت بين الناس اللي بتجري مسافات 100 متر والناس اللي بتجري الماراثون اللي هو 10 او 12 كيلو؟ في الصوره اللي ظاهره دلوقتي عندك على الشاشه دوت الفرق بينهم. هتلاقي الناس اللي بتجري مسافات 100 متر عندها حجم عضلي اكبر، عندها نسبه دهون اقل. الناس اللي بتجري مسافات الماراثون هتلاقيها عندها حجم عضلي اقل وفي نفس الوقت عندها كميه دهون، ودوت ما يطلق عليه سكيني فات اللي هو انت خسران معظم عضلاتك وفي نفس الوقت عندك كميه دهون لسه على العظم بتاعك. في الفيديو النهارده هنبدا نتكلم عنهم وهنبدا نعرف ليه ان اللي بيجري مسافات 100 متر بيحرق دهون اكثر، وفي نفس الوقت ليه اللي بيجري مسافه 10 كيلو مع انه اكتر منه في نفس الوقت بيخسر عضل وفي نفس الوقت ما بيحرقش كميه دهون اللي بيجريها مسافه ال 100 متر. اول حاجه هنبدا نعرفها ايه هو تمرين عالي الحده اللي هو التمرين بالذكاء لخساره الدهون. التمرين عالي الحده هو عباره عن اي تمارين زي مثلا انك سباحه، تجري، انك ممكن تلعب ضغط، تلعب سكوات، تنط حبل، بيعتمد على انك بتجري 30 ثانية باقصى سرعة عندك وبعد كده ترجع تمشي تتمشى او تبدأ تريح 90 ثانية وتبدأ تعيد الموضوع ده تاني من 5 إلى 10 مرات، بياخد من 15 دقيقة الى 20 دقيقة، وهو ده التمرين عالي الحد. هنبدأ نتكلم على مقارنة بين نظام الكارديو ونظام الهيت. عملوا بحث علمي لمدة 12 اسبوع، كانت الناس بتلعب الكارديو على 30 دقيقة بسرعة ثابتة، مثلا سرعة 8 أو سرعة 6 لمدة 30 دقيقة اللي هو جري، بيجري لمدة 30 دقيقة على سرعة ثابتة مثلا 6 أو 8. الهيت كانوا بيستخدموا طريقة عالي الحدة اللي أنا قلتها، إنك بتبري بأقصى سرعتك وبعد كده تبدأ تريح 90 ثانية وترجع تعيد الموضوع تاني لمدة 20 دقيقة. الكارديو كانوا بيتمرنوا 3 أيام في الأسبوع والهيت برضو كانوا بيتمرنوا 3 أيام في الأسبوع. النتيجة هنا ان لقينا 7 أضعاف خسارة الدهون في تمارين الهيت، مع ان كمان الكارديو بيجري 30 دقيقة والهيت بيجري 20 دقيقة. ازاي هنا يبدأ يحرق 7 مرات دهون وفي نفس الوقت ده بيجري اكتر منه وده بيجري اقل، ودوت اللي احنا نبدأ نشرحه جاي. طيب
كمان تمارين هيت فيه استفاده ان هو قدر يكسب 2 رطل من العضلات، وفي نفس الوقت الكارديو خسر 1 رطل من العضلات. عشان كده احنا دايما بنقول الكارديو على المستوى البعيد بدون تمارين مقاومه او بدون ما تستخدم معاه تمارين هيت هيؤدي الى خساره العضلات. فالفرق هنا بين الاثنين 3 رطل، يعني تقريبا كيلو ونص عضلات. انت متخيل كميه الفرق؟ انت هنا بس بتجري واكتسبت رطل من العضلات. يعني لو انت كمان بنت هتبدا جسمك يبدا يشد عن انك تبدا تلعبي كارديو. وهو دوت كان الفرق بين تمارين الهيت وتمارين الكارديو في بحث علمي. وفي بحث علمي تاني تبع الجامعه الامريكيه لامراض القلب قالت ان اللي بيعمل كارديو على المستوى البعيد بكميه كبيره بيؤدي الى انه قله القوه وخساره العضلات زي ما احنا قلنا في البحث العلمي اللي فات، وكل هرمون التستوستيرون وزيادة هرمون الكورتيزون اللي هو بيسبب توتر، ودوت يعتبر من أخطر الهرمونات، إنك لو اتفرست في الجسم هتبدأ تؤدي لخسارة العضلات، تبدأ تؤدي إلى جسمك عدم حرق الدهون، وتبدأ تأثر على صحتك النفسية. فمثلا لما نبدأ نشوف الناس الصيادين بتلاقيهم مثلا بيجري ورا الفريسة بكمية بسرعة كبيرة جدا بيصطادها وبعد كده بيبدأ يقعد يريح، أو ساعات بيطلع يجري وراها بسرعة كبيرة ولو ملحقهاش بيريح وبعد كده يرجع يعيد نفس الموضوع، وهو دوت اسلوب الهيت. عشان كده دايما بنلاقي دايما صحتهم حلوه واجسادهم قويه جدا وعندهم نسبه دهون قليله وفي نفس الوقت حجم العضلات بتاعهم كبير، ودوت اللي كان بيعمله دايما رجل الكهف. فانت لو انت استخدمت الفيديو اللي فات في طريقه الاكل وفي نفس الوقت دخلت معايا التمرين الهيت هتبدا تزود معاك من كميه حرق الدهون بكميه كبيره جدا، وهتنزل في الوزن بطريقه صحيه غير الانظمه اللي هي بتمنع عنك الاكل وعشان تبدا تخسر دهون، وفي الاخر بترجع تكتسب الوزن مره اخرى. وبرده انا هنا عاوز اطمن الناس اللي بتلعب كارديو، لا بيلعب يومين 3 ايام في الاسبوع، وفي نفس الوقت حاول دايما انك ما تمشيش على سرعه ثابته زي ما انا قلت، او تدخل معاك تمارين الهيت او تدخل معاك تمارين مقاومه عشان ما تؤديش الى خساره العضلات على المستوى البعيد. هنبدأ دلوقتي نتكلم ليه تمارين عالية الحدة أفضل من الكارديو، ليه هي بتساعد على حرق دهون أكثر، ليه هي بتبدأ تبني حجم عضلي إنما تمارين الكارديو على المستوى البعيد بتبدأ تقلل معاك الحجم العضلي. عشان نفهم الموضوع دوت لازم نفهم طبيعة الألياف العضلية اللي في جسمنا. طبيعة الألياف العضلية بتتكون من 3 أنواع، النوع الأول يطلق عليه سلو تويتش، النوع الثاني والثالث يطلق عليه فاست تويتش. النوع الأول بيستخدم 40% فقط من ألياف العضلية بتاعتك، النوع الثاني بيستخدم 60% من الألياف العضلية بتاعتك. فأنت لما بتبدأ تلعب تمارين الكارديو على سرعة ثابتة بتبدأ تستخدم 40% اللي هي النوع الأول من الألياف العضلية بتاعتك، بيبقى 60% أنت ما استخدمتهمش. فده شيء طبيعي، العضلات لو أنت ما قدرتش تحافظ عليها أنك تبدأ تستخدمها أو تبدأ تكتسب حجم عضلي بتبدأ تخسرها، ودوت عشان كده بيسبب في خسارة العضلات على المستوى البعيد لأنه بيستخدم 40% فقط من الألياف العضلية. إنما تمارين الهيت بتستخدم 60% من الألياف العضلية وفي نفس الوقت بتستخدم 40%. طيب إزاي؟ دلوقتي تمارين الهيت لما أنت بتبدأ تيجي تجري بأقصى سرعة ليك أنت ساعتها بتستخدم 60% من الألياف العضلية، ولما تيجي تبدأ تريح وتتمشى عشان تبدأ تظبط نفسك عشان تبدأ تعيد الموضوع تاني بتبدأ تستخدم 40% من الألياف العضلية. فبالتالي هنا أنت بتستخدم ال 40% من الألياف العضلية بتاعتك زائد 60% يبقى أنت بتستخدم في تمارين الهيت 100% من الألياف العضلية، فبالتالي هتؤدي إلى أنك زادت حجم العضلي وتبدأ تشد الجسم بالنسبة لك، وفي نفس الوقت هتؤدي الى زيادة حرق الدهون لان انت بتلعب على 100% من العضلات، واحنا زي ما قلنا كل ما تبدأ تزود حجم عضلي كل ما معدل الزيادة في حرق الدهون يزيد ومعدل حرق الدهون عندك يبدأ يزيد. وعشان كده دايما هنلاقي الناس اللي بتلعب الماراثون والناس اللي بتلعب ال 100 متر هنلاقي ال 100 متر افضل في الحجم العضلي في خسارة الدهون من الناس اللي بتلعب ماراثون، لان ده بيستخدم 100% من الالياف العضلية بتاعته، في نفس الوقت التاني بيستخدم 40% فقط من الالياف العضلية. فوائد تمرين الهيت، اول حاجة فائدة معانا اللي هو زيادة هرمون النمو. لما هرمون النمو بيرتفع عندك في هرمون تاني بيبدأ يزيد معاه اسمه الاي جي اف 1 انسولين لايك جروس هرمون. الهرمون ده بيساعد على ان الجسم يبدأ يبني عضلات وفي نفس الوقت يزود من معدل حرق الدهون عندك. لما انت تجيب سن 30 او اكثر زي ما قلت في الفيديو اللي فات هرمون النمو عندك بيبدا يقل تدريجي، فبالتالي هنا انا بقول لك في طريقه انك تقدر تزود بيها هرمون النمو طبيعي بدون ما تجيب مثلا سن ال 50 وتحتاج انك تاخده من بره كمكمل ليك عشان هو قل في جسمك. عملوا بحث علمي وجدوا ان تمرين هيت بترفع
هرمون النمو بنسبه 771%، وطبعا دي كميه كبيره جدا انت هتاخدها طبيعي بدون ما تلجا الى الادويه، وهيبدا يزود معاك برضو حرق الدهون. فوائد بقى هرمون النمو الاي جي اف 1، زياده حرق الدهون، بناء العضلات، زياده القوه، تحسن في الصحه، زياده العمر زي ما انا قلت، هو هيبدا يحافظ على هرمون النمو عندك يبدا يزيد، بالتالي هنا مش هيحصل لك اي مشاكل صحيه. فكل لما هرمون النمو هيبدا يزيد معاك، كل لما مناعتك ضد الامراض هتبدا تقوى، كل لما تبدا صحتك تتحسن تدريجي. تاني فائده معانا من فوائد تمرين الهيت ان هو بيساعد على عدم تقصير التلومير. تعال نفهم ايه هو التلومير. داخل الخلايا نواه، النواه دي بتحتوي على حاجه اسمها الكروموزوم. الكروموزوم دوت اللي هو بيوجد داخله الدي ان اي بتاعك، في نهايه الدي ان اي يوجد التلومير. التلومير ديت بتعمل على انها بتحافظ على الدي ان اي بتاعك، بتعمل على انها بتطول عمرك وتحافظ على صحتك انها تبدا تتحسن. لو احنا بدانا نشوف هنلاقي ان الخليه كل لما بتتكاثر كل لما التلومير ديت بتبدا تقل معاها تدريجي لغايه ما يعرفوا ان الشخص دوت قرب على الوفاه. فبالتالي هنا التمارين الهيت بتساعد على عدم تقليل التلومير، بالتالي هنا بتحافظ على صحتك وتبدا تديك عمر اكتر. الفائده الثالثه لتمارين الهيت ان هو بيساعد على زياده حرق الدهون عن طريق حاجه اسمها الايبوك. ايه هي الايبوك ديت؟ هي عباره عن الجسم بعد تمارين الهيت بيستمر ساعتين او اربع ساعات، وفي دراسات قالت لمده 24 ساعه ان هو بيبدا يحرق دهون. عملوا مقارنه بين تمارين الكارديو وتمارين الهيت، لقوا ان تمارين الكارديو بيحرق دهون خلال الفتره، بس انت بتمرن 30 دقيقه كارديو 20 دقيقه بيحرق خلال ال 20 او 30 دقيقه دي، انما تمارين الهيت لقوا انها بتستمر الجسم حرق الدهون لمده 24 ساعه بعد التمرين. وعشان كده دايما بنلاقي تمارين الهيت افضل من تمارين الكارديو. ده ليه هي بتستمر المده دي؟ لان هنا في تمارين الهيت انت بتلعب على جميع الالياف العضليه، بالتالي هنا الجسم محتاج طاقه اكتر عشان يبدا يعمل ريكفري، بالتالي هنا بيبدا يزود من معدل حرق الدهون عشان يبدا يعمل ريكفري صح، بالتالي بتبدا تحرق دهون اكثر من تمارين الكارديو. وفي كمان بحث علمي اتعمل وجدوا ان تمارين الهيت لما تتمرن اسبوعين افضل من انك تتمرن 8 اسابيع، غير التمارين الهيت ان انت هنا بتتمرن 3 مرات في الاسبوع 20 دقيقه، انما تمارين الكارديو انت بتتمرن 3 مرات 30 دقيقه، فانت هنا في نفس الوقت وقت قليل وبتحرق اكتر واضعاف اضعاف من اللي بيحرقه الكارديو. اخر ميزه معانا وتعتبر اهم ميزه والناس بتستخدم فيها الهيت ان هو بيساعد على حرق الدهون العنيده، لانه بيعمل على رفع هرمون النمو ويخلي مستوى الانسولين في مستويات منخفضه، بالتالي هنا الجسم يبدا يتجه الى حرق الدهون من العنيده اللي هي في البطن او في الرجلين اللي هي اخر منطقه دهون عندك في الجسم. لما انت بتبدا توصل لمرحله الثبات ومش عارف تقدر تخسر اخر 5 كيلو دهون، بالتالي لما تبدا تستخدم تمارين الهيت بجانب الحديد بتلاقي هنا مجهود حلو جدا في حرق الدهون، او انك تستخدمها حتى بدون ما تستخدم الحديد، هتلاقي ساعتها الجسم بدا يحرق الدهون العنيده دي. طريقه استخدام تمارين الهيت، تمارين الهيت تقدر تستخدمها مع اي رياضه انت حاببها، زي السباحه، زي نط الحبل، الجمباز، الجري، الحديد، السكوات، العقله، الضغط، مع اي حاجه. اهم حاجه ان الطريقه هي واحده. انك انا هدي دلوقتي مثال على تمرين الجري، انك تبدا تسخن اول حاجه 3 دقائق جري خفيف، وبعد كده تبدا تجري باقصى سرعه ليك لمده 30 ثانيه، وبعد كده تبدا ترجع تهدي تمشي بقى تاني او تبدا تريح لمده 90 ثانيه. لو انت في الاول وحاسس ان 90 ثانيه مش مكفينك، ممكن تبدا تزودهم الى دقيقتين، وتبدا ترجع تعيد الموضوع دوت من 5 الى 10 مرات، من 15 دقيقه الى 20 دقيقه لمده 3 ايام في الاسبوع. لو انت شخص مبتدئ طبعا مش هتعرف تجري من 5 ل 10 مرات، وهتلاقي دايما وزنك التقيل هيقلل منك تعرف تجري، فبالتالي هنا ممكن تبدا تعمل مرتين الى 3 مرات، في كل مره تبدا تزود مثلا مجموعه كمان لغايه ما توصل الى 10 مرات. لو انت شخص دهونه عاليه ومش قادر اصلا تجري، فانا بنصحك في الاول من اول اسبوعين الى 4 اسابيع انك تبدا تعمل تمارين الكارديو، انك تبدا تتمشى، وبعد كده لما وزنك يبدا يتحسن هتبدا ساعتها تقدر تعرف تعمل تمارين الهيت. او بعد اسبوعين من تمرين الكارديو لما بدات تتمشى والموضوع بدا يتحسن معاك بدون تعب، مثلا بتمشى لمده 20 دقيقه من غير ما تتعب او 30 دقيقه، تبدا ساعتها انك تبدا تتمشى 3 دقائق بسرعه عاليه، وبعد كده تبدا تمشي 3 دقائق بسرعه خفيفه او سرعه متوسطه، وهكذا. دي برضه هيبدا يحسن معاك افضل من انك تفضل ماشي على سرعه واحده. طيب لو انت بقى حسيت انك مستواك بدا يتحسن، بتبدا تقلل
عدد الراحات. يعني دلوقتي بجري 30 ثانية بأقصى سرعة ليا، بدل ما كنت بريح 90 ثانية هبدأ أخليها 80 70 60 لغاية ما أوصل إلا أنا بجري 30 ثانية وأريح 30 ثانية. طبعا كل ما هتلاقي كده، كل ما هتلاقي نسبة دهونك بتقل معاك، كل ما هتلاقي صحتك بتبدأ تتحسن. تخيل معايا لو احنا دماغنا بقى بين تمارين الهيت وبين الفيديو اللي فات اللي هو طريقة الصيام المتقطع. الصيام المتقطع بيرفع هرمون النمو قد ايه؟ شوفوا 2000% للرجال، تزود عليهم 771، شوف هتبقى 2771، وبالنسبة للبنات 1300، وهتزود عليهم 771 هيبقى 2071 هرمون النمو. بالتالي هتؤدي هنا الى اكبر كمية انك جسمك يبدأ يحرق بيها دهون. هقول لك دلوقتي الطريقة انك ازاي تستخدم. اول حاجة هتبدأ تصوم 16 ساعة، يعني مثلا اخر وجبة انت اكلتها كانت الساعة 10 بالليل، نمت الساعة 12، هتصحى الساعة 8 الصبح زي ما قلت، هتفوت وجبة الفطار، هتبدأ تاكل تاني يوم بالساعة 2 في مواعيد مثلا الغداء بتاعك، ساعتها هيكون فات 16 ساعة. تيجي على الساعة 1:30 تبدأ تعمل تمارين الهيت ديت، وبالتالي هنا انت في الصيام بترفع معدل الحرق بتاعك، هتزود معاها تمرين هيت هتبدأ ترفع معدل الحرق بتاعك أضعاف أضعاف، بالتالي هنا هتبدأ تحرق الدهون، ولما تبدأ ترجع تاكل تاني هتلاقي جسمك عمال يحرق الدهون لمدة 24 ساعة بعد تمارين الهيت اللي هي على الحد. لو انت واحدة في البيت ممكن تبدأي مثلا تجيبي اللي هو كرسي المطبخ الصغير، تطلع عليه وتنزلي تسخني عليه، وبعد كده تطلع عليه وتنزلي بسرعة جدا لمدة 30 ثانية وتريحي، أو تبدأي مثلا تمشي في الشقة بسرعة رايح جاي لمدة 30 ثانية وبعد كده تبدأ تريحي، او الناس ممكن تجيب حبل وتبدا تتعلم عليه. هتلاقي برضو تحت في ديسكريبشن بوكس فيديو ازاي تقدر تنط الحبل في البيت، او لو انت شخص متقدم او انت بتلعب تمارين مقاومه ممكن تبدا تعمله مع الضغط او السكوات، انك تسخن السكوات وبعد كده تبدا تنزل 30 ثانيه بسرعه وتطلع وبعد كده تبدا تريح، او الضغط برضو انك تبدا تنزل ضغط لمده 30 ثانيه باقصى سرعه عندك وبعد كده تبدا تريح تاني. دي كلها تمارين الهيت، وطبعا مفيش افضل انك تدمج بين تمارين المقاومه وتمارين الهيت، هتلاقي سرعه حرق الدهون كبيره جدا. المفاجاه اللي في اخر الفيديو اللي انا ان شاء الله بجهز دلوقتي من 5 ل6 حلقات تمارين في البيت لمده 20 دقيقه، هدمج بينهم تمارين المقاومه بتمارين الهيت مع تمارين البطن عشان نقدر نحسن من صحتنا ونبدا نخسر دهون، للناس اللي مش عارفه تنزل الجيم. ومع النظام الغذائي اللي انا قلته في الفيديو اللي فات او طريقه الاكل بتاعتك، ساعتها تقدر تحافظ على صحتك، تبدا تخسر وزنك، تعيش حياه صحيه بدون ما يحصل لك اي مشاكل فيها. لو انت لسه جديد ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجايه، وما تنساش تفعل خاصيه الجرس عشان يجيلك تنبيه بالفيديوهات اللي انا بنزلها، ما تنساش تدعم القناه بلايك، وما تنساش تعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك. لو انت عاوز اي حاجه اسال تحت في الكومنتات او اسال على صفحه الفيسبوك وانا هرد عليك. شكرا للمشاهده، في رعايه الله، السلام عليكم.